في شرح الزوم نتابع عملنا نيو ميتينج وستارت ميتينج في الفيديوهات السابقة شرحنا العناصر الموجودة القائمة في الأعلى اللي هي الإند والزوم والكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية دي كلها شرحناها في الفيديوهات السابقة أيضا الأزرار في الأسفل الصوت والفيديو والمشتركين والشات والمشاركين والرياكشن شرحناه في الفيديوهات السابقة أيضا شرحنا الشير للإسكرين والشير للوايت بورد واستخدمناها آخر عنصر في المحاضرة اللي هو في مور أنا عندي خيارين مهمات مع أنه الخيار رقم 3 الباكجراوند والإيفكت الباكجراوند والإيفكت ممكن تجعل يعني باكجراوند خلفية للصورة بتاعتك إيفكت تأثيرات لاحظ ممكن نستخدمها هنا نجرب دل الباكجراوند بتاعي ممكن اختار أي باكجراوند لاحظ أنا اخترتها هنا ظهر معك طوال لاحظتها ممكن في خيارات كثيرة للباكجراوند ممكن تختارها أثناء الفيديو بتاعك أيضا فيديو فلتر ممكن يختار خيارات لاحظ ممكن اختار خيارات لاحظ ده لما نتكلم عن التأثيرات بقيتها نن والباك جراوند برضو عاوز بقيها نن رجعنا للشكل الطبيعي وبالطريقة دي في مور احنا درسنا الباك جراوند والإيفكت نبدأ في الخيارين الأوائل اللي عاوزين نتكلم عنهم بالفيديو ده اللي هو السكيورتي والميتينج سيتينج مهمة جدا للأستاذ يتعرف عليهم نلاحظ العناصر الداخلة في السكيورتي أنا عندي فرصة في السكيورتي هنا لاحظ العناصر إنه أعمل لوج ميتينج لوج ميتينج يعني شنو أنا محدد زمن أقفل القاعة يعني زي في التعليم التقليدي في فصل عنده باب أول ما زمن المحاضرة بعدها 5 دقائق المحاضر دخل بيقفل الباب بالمفتاح عشان ما في طالب يدخل جديد فانت ممكن تفعل الخيار بتاع اللوك ميتينج طيب الويتنج روم ما هي الويتنج روم يعني اي طالب دخل عبر الرابط بتاعك الى الاجتماع ما حيدخل طوالي حيمشي في الويتنج روم ويعطيك رساله انت كمشرف هوست انه في طالب المعين اعمل له ادميت اسمح له يعني انه يدخل او لو عاوز الطلبه يدخل مباشره بدون ويتنج روم معذره ممكن تزيل الخيار ده او تفعيله طيب الهايت اول بروفايل بيكتشرز دي واضحه الشير سكرين انك ده تعطي صلاحيه طبعا من شير سكرين اللي تحت دي الصلاحيات اللي بتعطيها قال لك للمشاركين للطلبه ممكن تعطيهم كلهم اي الصلاحيه انه يشاركوا السكرين كويس يعني اي طالب يستطيع يشارك جهازه بتاع التلفون والشاشه بتاعت اللابتوب والتطبيق بتاعه ويحل لك المساله في جهازه وانت بتكون شايفه لما تديه الحاجه الشير سكرين او انت اذا كنت القاعات بتاعت الزوم دي لما تكون للتعليم والاجتماع بيكون في مشرف بتاع قاعه يعني ما هو الاستاذ ذاك مشرف القاعه هو الهوست بدي الاستاذ صلاحيه بتاعت شير سكرين لاحظتوا طيب انا ممكن اعطي كل المشاركين الصلاحيه بتاعت شير سكرين من الخيار الاول وضحت طيب هنا في تشات ويز طيب تشات ويز برضو نفس الحكايه انت ممكن تعمل يعني تسمح انه الطلبه يعملوا تشات مع بعض في الخاص يتونسوا ويحبوا مع بعض في الخاص ولا لا عندك الخيار من هنا ده تشات ويز وتغير الخيار نو ون هوست بس للهوست وللكو هوست للافري وان للافري وان ان اني وان دايركتلي ممكن تغيرها طيب الخيار اللي بعد تشات ويز ستارت فيديو ستارت فيديو ده اي واحد فرصه عنده صلاحيه انه يبدا الفيديو نعم لكن انت لو ما عاوز اي طالب بس الفيديو بتاعك هو اللي يكون ظاهر وما في طالب يقدر يعمل شير لكاميرته اقفل الستارت فيديو طيب الرينيم التعديل بتاع الاسم مثلا الاسماء ويعدل اسمه او لا يعدل اسمه المسجل الاساسي يعني طيب انمود يعني اغلاق الصوت اغلاق الصوت دار تكون مفعله او لا
طيب الشير وايت بورد، الوايت بورد السبورة شرحناه الفيديو الفات، دائرة أي طالب يستطيع يعمل شير وايت بورد ويشرح لك يا أستاذ أنا عندي المسألة 5 زائد 3 دي ما عرفتها، يقوم يكتب لك 5 زائد 3 وأنت تكتب له في الوايت بورد أم لا. الشير نوتس والستارت ريكوردين لوكال فايل، ممكن تسمح له إنه يسجل الفيديو أو لا يسجل الفيديو. لاحظتوا الزر بتاع السكيورتي مهم جدا للمعلم، لأنه فيه خيار إنه يغلق الاجتماع اللوك ميتنج، وفيه خيار الويتنج روم، وفيه الخيارات بتاعت الصلاحيات اللي بيعطيها للطلبة أو الدارسين اللي معاه، سواء كان فتح الكاميرا، سواء كان تغيير الاسم، سواء كان قفل الفيديو، سواء كان الشات مع الآخرين. فالخيار مهم جدا جدا، الخيار بتاع السكيورتي. كده في القائمة بتاعت مور شرحنا الباك جراوند والإيفكت والسكيورتي. نذهب أخيرا إلى الميتنج سيتنج، دي إعدادات الاجتماع ذاته. الهوست كنترول عنده الجزء الأول ده، وبعد ذلك ممكن تدي صلاحية عامة للجنرال التحت. طيب الهوست كنترول بيستطيع يعمل شنو؟ يعمل ميتنج توبيك، يغير الاسم أو الاسم بتاع الاجتماع يا هدى موضع عندنا، وممكن تغيره، ممكن تغيره من هنا. لاحظ ممكن تغير اسم الغرفة من هنا، لما يكون عندك اجتماع وعاوز تسميه باسم تاني ممكن من هنا تغير اسم الغرفة، غرفة تغير اسم الغرفة زي ما عاوز، وممكن تسمي الغرفة باللغة العربية، غرفة علاء الدين عبد الوهاب البروف. لاحظتوا انا غيرت اسم الغرفة، اسم التوبيك، معلش التوبيك الميتنج بتاع التوبيك زي ما انت عاوز. طيب ايضا عندك صلاحية انك تقفل او تفتح ل، وايضا هنا صلاحية. اما الجنرال العامة انك تعطي فرصة always show meeting control، وانه باقي الصلاحيات الثانية show non video للمشاركين، stop incoming video، دي صلاحيات في الميتنج. كل العناصر اللي شرحناها اليوم في درس اليوم security meeting setting والباكجراوند effect. واخر عنصر نشرحه، طيب شو افاتار؟ افاتار زي الافاتار بتاع الفيس والافاتار اللي ممكن يتعامل. لاحظ انت بتتكلم ويصار الافاتار بتاعك او تغيره لافاتار ثاني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.